يا جماعة بالنسبة للرقية سواء كانت للعين ولا للحسد ولا السحر ولا المرض، اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، انفث على إيديك وامسح على رأسك ولا تستطيع من جسمك. النبي كان يعمل، والنبي كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذتين. قال النبي عن المعوذتين: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، ما سأل سائل بمثلهما. اقرأ آية الكرسي في صحيح مسلم أن النبي سأل أبا المنذر: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. اقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، فإن النبي قال: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فمن العلماء من قال كفتاه الأذكار، ومنهم من قال كفتاه الشياطين. وإذا كنت قويا وعندك قدرة تقرأ سورة البقرة كاملة لا تقصر، لأن النبي قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل يعني السحرة. اقرأ سورة الفاتحة وارقي نفسك: أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. فإن النبي كان يعوذ الحسن والحسين بها، كان يقول لهما: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. عود نفسك وحط إيدك على المكان اللي يجعك في صحيح مسلم، قول بسم الله 3 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، مع ملازمة الدعاء. أما أنك تروح إلى عند شيخ ويقول لك أعطيني اسم أمك أو اسم أبوك ويضحك عليك ويقرأ أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويحط إيده عليك، انتبهي، ويقول لك معك جن سفلي وجن علوي وجن عاشق ومعي جني ساعدني وهالكذب والخلل يعني الشعوذة، أنصحك نصيحة لا تروحي، لأنه الرقية صارت شغلة اللي ما له شغلة، طبعا مو الكل. فلا تتركي كلام الله وكلام النبي وتروحي عند مشعوذين.